السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماكسيمو من أفضل البرامج اللي بتشتغل في موضوع الفاسيلتي مانجمنت، وبيديك قدرة على التحكم في كل حاجة بتحصل في المبنى، وبيديك إن أنت تبعت أوردر للناس. يعني زي ما أنت شايف بتقدر تعمل أكتر من جراف، تقدر تشوف العمل ماشي إزاي، ممكن تعمل بقى ورك أوردر وتقدر تتابعه تشوف هل حاجة خلصت ولا لأ. يعني مثلا ممكن تقول له انا عايز الورك اوردر رقم كذا، ايه اللي تم فيه، خلص فيه ايه. يعني مثلا الورك اوردر دوت تمام كان عباره عن ايه. الورك اوردر تبعت للعامل من العمال، بيروح مكان معين، غرفه معينه، هيعمل خدمه معينه وهكذا. انت بسهل ان انت تختار الفاليو، مثلا هيروح يصلح البرينتر، هيروح يصلح الكمبيوتر، خلصت ما خلصتش. تقدر تتابع العمليات، البلانس، الاسايمنت، مين اللي يعمل الحاجه ديت، الريكورد، الاكشوال، سيفتي بلان، ممكن تضيف هنا رول هو مش موجوده، اللوك. سبسكيشن ماب للمكان اللي المفروض ان هو يتعمل فيه السيارة. بس انا شايف بيديك امكانية ان انت تتحكم في كل حاجة في الورك اوردر. كل واحدة من دول بيبدأ يديك المعلومات عن الاسيت اللي هي الاصل، او يعني مثلا رايح يصلح مكنة التكييف، رايح يشوف حاجة معينة، فهو بيقول لك المعلومات عنها، المصنع بتاعها، التاريخ، اللوكيشن، سبيسيفيكيشن. يبدأ يجيب لك كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها في موضوع الورك اوردر، وتقدر تعمل داونلود للورك اوردر ديت. هيحملهم لك على ان هما ملف اكسل. ممكن تعمل ورك اوردر جديد، تقول له نيو ورك اوردر، وتبدأ تدخل المعلومات. تمام، وبدل ما تكتبها ممكن تجيب تدوس هنا وتكتب الديسكريبشن اللي انت عايزها، اللوكيشن، ممكن تسيلكت فاليو. دي كل اللوكيشن الموجود في المشروع تقدر تختار منها. الاسيت هنا، اتاشمنت لو عايز تعمل اتاشمنت لاي ملف، ممكن تضيف اي ملف مثلا وورد، صوره، زي ما انت عايز. تبدا تختار وترفعه لقلب الورك اوردر، بحيث الشخص اللي هيروح يعمل الصيانه ديت او هيروح يعمل الاوردر دوت يكون عنده المعلومات كامله عن الموضوع دوت. هنا برضو ممكن تكتب تعمل سيرش على لوكيشن معين، ورك اوردر معين، تعمل لونج ديسكريبشن، تكتب وصف للمكان. فده بيساعدك ان انت تتابع العمال اللي موجودين معاك في المكان.